من شوي كنت فاتح اليوتيوب قاعد بلفلف فيه ولا طلع بوجهي فيديو اعطيتهم 100,000 ليشتروا يلي يبونه عندهم 10 دقايق وبس، وبالفيديو مين؟ انس وميزان. فالصراحة حبيت احضر الفيديو هيك بدي اشوف شو انس رح يسوي بعشر دقايق، كيف رح يصرف ال 100,000 بعشر دقايق؟ انس طبعا معروف يعني عنده كل شيء الا الفلوس، فلوس اهم شيء بالدنيا. طبعا اهم اشي اخذ الفلوس كلها هاي ال 100,000 بعشر دقايق اوديهم على الاردن، بقدر اخذهم واحطهم بالبنك بهالعشر دقايق. فخلينا نشوف انس شو راح يسوي بالفيديو، كيف راح يصرف ال 100,000 بعشر دقايق بس. اوكي جايز، فهون عندك لانا ولين. اوكي الحين عندك تحدي بين الاخوات، اوكي؟ بس واحد شخص بتفوز. اوه جاهز؟ ايه جاهز. الحين عندك كيسين، واحد كيس للانا واحد كيس للمين. اوكي لازم حطه بالها كيس فلوس. واي هذا عندك اكثر فلوس ها فلوس مالك. بس عندك دقيقه. اوكي يعني 57 56 بلش 55 بلش 54 يلا حتى والله لا افوز اليوم. اذا فزتي اسمع اذا فزتي علي انا رح اسرقهم منك اليوم. هاي من كتر الفلوس هيك الناس المدلعين. لو انا كنت موجود قسما بالله. هات كل الفلوس هاتهم. شو معاي دقيقه؟ كل ثانيه بتحتسب، كل لحظه بتحتسب. جرافه رح اشتغل، ايدي رح تصير جراف. اوف عادي اخذ موف لوكس بالغلط احطه بالكيس كمان. ايوه انا عندك اكثر. ها شوي بدأت تفكر هاي البنت، صارت تسوي هاي الحركة. بس كمان يعني بدك أكتر هيك طاقة، مو هيك شو هذا؟ فلوس، بتعرفي كم ليرة بسوى؟ ما بتعرفي شكلك صح؟ عشان هيك قولنا مدلع. اوكي اوكي ما شاء الله لانا ولين يعني بسرعه واحد. حلوه حلوه الحركه هاي، حلوه. حط بجيبتك شوي. ليش لا يا اخي؟ وين انس؟ يلا وين انس؟ بدنا نشوف انس. لازم وزن، عندك وزن. اوكي هلا يا جماعه، في كيس عند لانا وكيس عند لين، الكيس اللي تبع وزنه اتقل هو اللي رح يفوز بكل الفلوس. رحصه 3.5. والله حقيقي ما بتسوي اي شيء. ها 3 كيلو نص، ها 3 كيلو 600، فرق 100 جرام. والله لو انس كان موجود الكيس حتلاقوه 20 كيلو. وين انس؟ بدي اشوف انس بيلعب هذا التحدي، بدي اشوف مو فلوكس هلا حيجيب انس ولا عارف مو فلوكس خطر يجيب انس على هذا التحدي. لا انا بتفوز 3600. اوكي ليش 600؟ اوه واو اوكي يلا ها بتفوز جايز. يلا ايه لازم يعني نص نص لاختي. انا اخونا كبير يا جماعه. ها بتفوز جايز. يلا اوكي جايز، الحين عندك تحدي الثاني. انا مع خالد. مستعد؟ خالد لاعب محترف. انا حسوي سكيب، ما بدي احضر. شو هذا؟ وين انس؟ حسوي سكيب لعند انس. لقيت انس اخيرا، خلينا نبدا من عند انس. تحدي بين انس وبيسان، بتشوف التحدي. انا عندي اثنين شيء. اوكي عندي كات وعندي كاش. انا بدي الكاش. بدي الكاش. بدي الكاش. انا بدي الكاش. هات الكاش، خليني احطهم بالبنك بسرعه. بدك يعني اصرفهم بعشر دقائق؟ طيب مش مشكله، بروح البنك بحطهم في البنك. ها صرفتهم، راحوا اختفوا خلص. وكل بالكات 100,000 على الاقل. انا برضه مليون. لا لا خلص هدول. اوكي جايز، عندك 10 دقيقة اشتري اي شيء. اعطيني دقيقة. لا لا دقيقة بس دقيقة. اعطيني دقيقة دقيقة بس. مش مش 10 دقيقة. انا بصرف لك اياه ومش مشكلة. ايوه انس هاي الطاقة اللي بدي اياها. خلينا نشوف انس شو راح يسوي بالفلوس. اشتري 1000 باقي مالي. إذا اشتري 2,000 باقي والله هيك هيك لأفوت. والله لأفوت هيك. والله لأفوت هيك حبايبي. يا أنس فضيع، أقسم بالله أنس فضيع. كل المحل قسما بالله لأشتري كله. 7 8 9 10. تعالى جاهز أنس؟
ربي الحماس مليون والله مليون. اوكي انا جاهز. واحد خلي بسان اول. لا لا انت اول. انت واحد اثنين ثلاثة يلا. لا لابتوب على طول. لا شوف ها انا السريع سريع بدي اشتري خلص ال 10000 على لابتوب. اسمع هات ماك بوك اجدد واحد كم تسعة ها طل 1000 بروح بجيب فيها قطرين مش مشكله على السريع بده يخلص التحدي سريع سريع مو فلوج زعل بحكي له لابتوب يا اخي على السريع لابتوب على طول. لا شوف يا اخي هيك خلي شوي متعه بالتحدي انا اسمع عنده متعه عنده بس بده يخلص المصاري سريع سريع. كم ليره باسمه هدول تعرف كم يا مو؟ شكلك ما بتعرف. شوف هالشخص. ايوه اركض 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 اركض. حبايبي انا كنت مفكر الاشي كثير سهل انه خلص معي مصاري بختار اي شيء بدي اياه بس بصراحه انا معجوب يعني المصاري معي بس محتار شو اخذ مثلا خايف اخذ غرض اندم وخايف يعني ما بقى خايف يخلص الوقت. يلا 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 انا شو بتسوي؟ شو تندم؟ اشتري ويلا يا انس يلا اشتري خلص اصرف اصرف شو بتستنى؟ عامل حالك برستيج؟ اصرف يا زلمه يلا لحظه ريلاكس ريلاكس لا ريلاكس انس انس لحظه ثانيه اذا ما اشتري ما اشتري هاي ها ها خلص خلص لا خلص اوكي 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 جايز الحين بتشوف كم باقي من فلوس انس لو طلع كثير ضايل من الفلوس حزعل منك جد حاخذ موقف حنجرح شو الحال هذا يعني شو هذا لا لا خلص زق يعني مي ووتر ها مي يعني هذا اي ساعه ها ساعه يعني خاصة يا غبي ولا اشتري اي شيء ما بعرف خلص يعني انس بس عم بيحط اي شيء كان بالسلة مو عارف شو هاد مشتريه هيك يلا اوكي اخر شيء ميموري مال الكاميرا اوكي عادي جايز هات شو هات عادي هذا اربط زي اللي بكتب على الشاشة اوكي يلا جايز بتشوف كل شيء وبتشوف كم احلى فيديو بحياتي اوف جايز شوف يعني جايز لا 6000 ونص يعني 3500 مالي 3500 3500 راحوا هيك؟ بتعرف كم ليرة بشوا هدول ولا لا؟ شو هذا يا اخي انس؟ 3500 لا ما في شيء ثاني لا خلص الوقت لا جايز في في ديسكاونت لابتوب مش 7000 5000 مبروك يا انس اي لاف يو مور حبايبي 600000 لايك في الفيديو شو هاد غبي بيسان من صدمه شو عم يسوي هذا الغبي شو هاد غبي قدام الناس مطلعوا عاد بتبوس باللابتوب ما شاء الله انا مش لازم بس جارانتي يا حيوان والله جارانتي لابتوب ما في يا حمار لا جايز شو صار دي ساد مولع معاها اليوم يا حمار جارانتي يعني ليش مزات الفاتوره شو استفادت انس على اساس انه عشان ما يرجعهم مو ويرجع الفلوس يعني خلاص ما حيرجع هاي لابتوب اوكي جايز الحين دور بيسان اوكي بيسان عندك شوف الذكاء والتكتيك اللي راح يصير بيسان جاهز وقت الحين يلا اوكي جايز انا فتت على الجيمنج انا بشتري كم شغله لاخي نوار وكمان انا بدي اجرب اعمل جيمنج وهيك واو حابه هيك اعمل شغلات مبدئيا الكرسي هذا كان عندي ما عندك كرسي عندي كرسي بس في كرسي ثاني انت شو دخلك ليش لا كرسيين ليه لا انا لو كنت موجود بي سيين عندي بي سي بي سيين كمان بي سي ليش لا شو بي سيين شيء بي سي تيم بي سي تنتين اوكي جايز حاشتري هلا كل شيء لنوال يعني الا اخت صادقه وفيه اخت حقيقيه لون ابيض لون احمر سماعات اكيد ابيض ابيض أوه. لا ما بدي لا
اوكي يلا. يا اخي والله كفو عليها بيسان، بتفكر باخوها، بتجيب لاخوها اغراض، يعني ما فكرت بحالها، فكرت باخوها، كفو عليها والله كفو. اوه بينج احلى. واو غالي. شوف الكيس هاد يا اخي، فنان بيراميد كيس. دخلني التحدي مو 10 دقائق، اعطيني دقيقه شوف شو راح اسوي. 10,000 ب10 دقائق، هاي حق سيارتي القديمه بعتها ب6. دخلني التحدي مو مشان الله، احكيني انا اي وقت موجود بجيك على دبي، بس ادفع لي البترول. نوار حبيبي بدي اشتري لك كم طاقيه. من نوار جايز، لانه انا كثير بحب نوار، راح اخذ له. لا بيسان شو، لا لا شو دخلك؟ اوه تحدي حغير، اخذت كل الستاك. هاي اللي بتفهم انا شوالك يا اخي، ليه ما سويت هيك؟ 3500 ما راح انساهم. 3500 راحوا عليك انس. خليني اكمل الفيديو يا اخي، ما بدي انكد اتذكر الموضوع. تعال شوف حربتك يلا. 5 4 3 2 1 0. مو جاب العيد، حس حاله شو سويت انا، شو يسوي؟ ليش يخلي هذا بنت يختار اي شيء؟ قاعد بندم، صار يعد بسرعه. يلا بسرعه 5 4 3 1. يلا بتشوف كم اشتري و اذا كارت بتشغل ولا لا. وين كارتي؟ هون هون. تمزه هون. كارت داخل كيس ليش؟ بس عم تسوي كارت داخل كيس. الكارت في داخل هي ممكن ولا لا؟ مو شو هاي الساوند افكتس اللي بتحطها؟ ناس بتضحك. شو هاي؟ شو بدك مو؟ يا حاسس حالي بحضر فيديو 2009. اوكي جايز 16,000 درهم. واو ما شاء الله، حقير اكبر من انس. كاش انس انا حقير اكثر من انس. ما شاء الله حقير اكبر من انس. عصرت المحل عصر بيسان 16,000. بس 7,000 بس شاف المبلغ صار. انش زياده عن انس 9,000. واخيره بيسان كم فلوس بتقول ولا لا؟ 16,000. يا ابن الحرام انا 7,000. مو فلوس، انت مو فاهم شكلك، فمشان هيك ما شلتها بالإدت. يا ابن الحرام انا 7,000. مو فلوس، انت لازم تنتبه، لازم تخلي واحد عربي يحضر الفيديو قبل ما تنزله. دخلني تحدي هيك مو، شوف شو راح يصير. على السريع وكلت السيارات. حصرفك بخمس دقائق 150,000 200,000. وبس هذا هو الفيديو لليوم، لو عجبك الفيديو لا تنسى اللايك والسبسكرايب، واكتبوا لي بالكومنتس او سووا لي منشن او ما تسووا اشي وبس سووا لي سبسكرايب، سووا سبسكرايب وكومنت بهذا، ونشوفكم على خير في امان الله.